صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أنك إذا رأيت الرجل يحب علماء الحديث والسنة فإنه صاحب سنة، فهل ينطبق هذا في علمائنا السائرين على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن من أحبهم فهو صاحب سنة ومن تنقصهم فهو صاحب هوى؟ من أحب أهل السنة في أي وقت هذه علامة خير، ومن أبغضهم فهي علامة شر في أي وقت. نعم.